عدن بوابة استعادة الدولة اليمنية وخط بداية السباق الرامي لتثبيت أقدام سلطة الدولة في معركة البقاء ضد الإرهاب بشتى أشكاله، ما إن تبدأ جراح المدينة في التعافي حتى يستهدف الإرهاب من جديد. عمليات باتت مكررة بنفس الشكل والطريقة والأهداف ذاتها وحتى أماكن حدوثها. عشرات الجنود سقطوا ضحية العملية الإرهابية التي استهدفت تجمعا للجنود أثناء تسلمهم رواتبهم أمام بوابة معسكر الصولبان في قلب مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة. استمرار العمليات الإرهابية بالطريقة ذاتها في ظل الانتشار الأمني في المدينة يلقي بالكثير من الظلال حول هوية منفذ العملية وأهدافها، وعلى الرغم من سرعة تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية ونشر صورة منفذها، إلا أن أصابع الاتهام غالبا ما يتم توجيهها إلى ما هو أبعد من ذلك باتجاه الفاعل الرئيسي في كافة الجرائم التي يتم ربطها مباشرة بالمخلوع صالح والأجهزة التي كانت يوما هي من تحرك خلايا الإرهاب تجاه خصومها لتحقيق أهدافها المختلفة. العملية الإرهابية تزامنت مع إعلان الأمم المتحدة البدء بعملية تقييم الحالة الأمنية في المحافظة تمهيدا لانتقال عدد من منظماتها إليها للإشراف على العمل الإنساني في عدد من المناطق القريبة. عملية التقييم التي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أشهر جاءت عقب دعوات متكررة من قبل الحكومة اليمنية ترتكز على فكرة الاستقرار الأمني وجهوزية مواقع الخدمات والدعم والتحقق من سلامة وصول الطائرات التي تحمل المساعدات والموظفين. تحديات كبيرة تواجه السلطات في عدن التي باتت أخيرا تحتضن الرئيس هادي ورئيس وأعضاء الحكومة وسط خشية من أن تكون العمليات الإرهابية تستهدف فكرة استقرار القيادة السياسية للبلاد في المدينة، خصوصا وأن هناك سابقة أدت لخروج الرئيس ونائبه قبل أكثر من عام بعد تفجير استهدف مقر إقامة الحكومة. الرئيس هادي عقب الحادثة كلف رئيس الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، مؤكدا أن الجريمة لن تثني الحكومة عن المضي في مواجهة الإرهاب واستعادة الدولة.